اخد وجبه جديده من وجبات الصوم الكبير، وجبه روحيه الكنيسه رتبتها لنا النهارده الخميس من الاسبوع الخامس، ومع مجموعه القراءات اللي الكنيسه رتبتها سواء في قراءات باكر او القداس اعتبارا من النبوات والمزمور وقراءات القتمارس في القداس الالهي. وقراءات النهارده الحقيقه ممكن ناخد منها اربع نقط حلوين قوي قوي، وهم اول حاجه هي فيها وعد جميل، تاني حاجه فيها ضمان، ثالث حاجه فيها حروب، رابع حاجه فيها ثبات. لان الوعد الجميل دايما، وعود المسيح دايما مليانه في الكتاب المقدس من الاول للاخر، وفيها ضمانات بالانتصار على الرغم من الحروب اللي ممكن دايما عدو الخير بيحاول فيها، لكن فيها ثبات في الحياة اللي احنا بنحياها في المسيح يسوع. اول حاجة من النبوة النهاردة كانت من سفر اشعياء الاصحاح 42 من عدد، وفي العدد 5 و6 فيها وعد جميل قوي قوي، لكن مربوط بشرط بسيط خالص، هو بسيط لكن بيحتاج طبعا ايه جهاد روحي. في عدد 6 بيقول ايه: انا الرب قد دعوتك بالبر. دعوتك بالبر يعني لكي نحيا في البر، فامسك بيمينك. فربنا وعدنا ان هو يمسك بيميني، احفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلم. يبقى الدعوة توجهت للكل ان احنا نحيا في البر، وعن طريق الحياة في البر ده المسيح يمسك بيمنا ويحفظنا ويجعلنا عهدا ونورا لكل الشعب الجالس في الظلم. يبقى الوعد الجميل ده مربوط ان احنا نعيش في حياة البر. لو عشنا في حياة البر هنخش في العدد 10 و16 بيقول ايه: غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحوا من أقاصي الأرض، أجعل الظلم أمامهم نورا. يعني نور المسيح هو زي ما قال داود النبي: سراج لرجلي كلامك ونورا لسبيل. فنور المسيح حياتنا في البر هي اللي تخلينا أن احنا ما فيش ظلمة في حياتنا، لأن احنا أولاد النور زي ما قال بولس الرسول في أفسس. والمعوجات مستقيمة، طرق الرب كلها مستقيمة، ما فيهاش يمين وشمال، هو الطريق واحد ومعروف سكته. قال: هذه الأمور أفعلها ولا أترككم. الوعد مربوط أن المسيح لا يتركنا ويكون هو يميني ويحفظني إذا أنا بناء على دعوتي أن أنا أعيش في حياة البر. يبقى الوعد ده زي ما احنا شايفين أنه مرتبط أن احنا نعيش في البر، نعيش في حياة القداسة اللي قالنا عليها: كونوا قدسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس، ونعيش أيضا في حياة التوبة اللي اتكلمنا عليها في خلال الأيام اللي فاتت. وده اللي الكنيسة بتذكرنا بيه كل يوم في صلاة باكر، لما بنصلي صلاة باكر بأجبيتنا ومزامرنا، اللي احنا مفروض اليومين دول ما يكونش لينا شغل شاغل غير ان احنا نرجع لأجبيتنا اللي احنا تركناها أو كتابنا المقدس، خاصة في الأيام اللي احنا محتاجين فيها اللي احنا كلنا نرفع قلوبنا لله. فبولس الرسول حط لنا، الكنيسة حطت لنا من رسالة أفسس كل يوم بتذكرنا بالوعد ده، يقول: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. إيه الدعوة اللي احنا دعينا إليها؟ اتفق أشعياء مع بولس الرسول ومن خلالها كل الأنبياء وحقيقة النداء السيد المسيح لنا، إن هو إن احنا نعيش في البر. إيه هي؟ ببساطة بولس الرسول وضحها لنا، قال: بكل تواضع القلب، زي ما قلنا من يومين أهمية التواضع أن المسيح يرفع وجوهنا، والوداعة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. يبقى الوعد أن المسيح يكون معايا وفي أميني مرتبط بأن أنا أعيش الجزئية دي، عشان الكنيسة أهمية الحتة دي حطتها لنا كل يوم أن احنا نبدأ بيها اليوم بتاعنا في صلاة باكر. تاني نقطة بناخدها من النبوات النهاردة هي الضمان. لما الواحد بيروح يشتري حاجة لازم بيبقى فيها ورانتي، ورانتي سنة اتنين او على حسب لو اشترى اكستندد ورانتي. لكن الضمان بتاع سفر الامثال وبتاع حياتنا مع المسيح ده بيزد على ان الضامن هو المسيح، يبقى ده unlimited. في ايه بقى في الضمان ده؟
قال يا ابني اصغي الى كلامي، امل اذنك الى اقوالي. يبقى الواحد دايما عينيه مفتحه ودايما اذنيه مفتوحه الى صوت المسيح. لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لانها هي حياه الذين يجدونها ودواء لكل الجسد. اللي عايز يتابع او اللي عايز يقرا ديت سفر الامثال اصحاح الرابع من عدد 20-27، قال لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأنه منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، ابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عينك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. ماهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، ماهد سبيل رجلك عشان تبقى معروفة هي ماشية في سكة المسيح، في سكة البر، في سكة الدعوة، أن تسلكوا كما يحق الدعوة التي دعيتم إليها. وزي ما قال لنا بولس الرسول اسلكوا في النور، يبقى هذا السلوك اللي هو مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرق. لا تمل يمنة ولا يسرة، بعد رجلك عن الشر، ابعد عن الشر، مكان الشر ده يبعد. ده الضمان ان وعود المسيح تبقى صادقة معانا. وده العالم ساعات يقول لنا جرب عشان تعرف الخطأ من الصح. لا، في ناس جربت قبل كده ودتنا خبراتها الروحية، مش محتاجين ان احنا نجرب. العالم يقول لك ان انت لازم تجرب كل حاجة بنفسك، وان الواحد لازم كده يقتنع ولازم يجرب ولازم عشان يعرف. كل دي افكار خادعة شيطانية. المسيح يقول لا، عشان كده بولس الرسول يأكدها لنا تاني هنا. سليمان الحكيم او الروح القدس يقولها لنا على فم سليمان الحكيم، يقول ايه؟ باعد رجلك عن الشر. بل بالعكس بولس الرسول يقول لنا في تسالونيكي الاولى الاصحاح الخامس يقول لنا ايه؟ امتنعوا عن كل شبه شر. حتى لو في حاجه فيها شك كده ديت ممكن ما توصلناش الملكوت بناقص، حاجه صغيره كده او اي ممكن شيء عليها شائبه حتى من الفكر، يبقى بناقص ان احنا ممكن ان نسلك فيه. الضمان الثاني اللي وجدته لنا الكنيسه النهارده في سفر صمويل الاول في النبوه اللي بعد كده، ان هو صمويل ساعه ما راح لعلي الكاهن والحديث اللي دار بينهم، وفي الاخر ترددت الايه ديت مرتين، تكلم يا رب فان عبدك سامع. يبقى مع الضمان ان الواحد يمشي في كل سكه المسيح ويبعد عن مكان الشر، يقول له تكلم يا رب فان عبدك سامع. يا رب انت عايز مني ايه في بدايه اليوم النهارده؟ انت عايز مني ايه يا رب النهارده؟ ايه الرساله او ايه الطريق اللي انا ممكن امشي فيه النهارده؟ ثالث نقطه في قراءات النهارده، انه لابد في طريق التوبه وطريق الحياه وطريق البر لابد ان توجد حروب، ولابد ان عدو الخير لن يتركنا. ودايما زي ما قال بولس الرسول مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع جنات الشر الروحيه في السماويات. عشان كده الكنيسه رتبت لنا مزمور النهارده 86 عدد 14 بتقول اللهم المتكبرون قد قاموا علي. المتكبرون دي طبعا الشياطين، وكل من يعمل وكل من يسخر عدو الخير في محاربتنا، وجماعة العنثاء طلبوا نفسي ولم يجعلوك أمامهم. لكن بقوة المسيح في إنجيل النهاردة زي ما كان في إنجيل لوقا 9:37-43، ساعة نفس الإنجيل اللي هو كان مشابه الإنجيل مبارح، إن هو نفس الشخص اللي هو كان معاه الابن اللي عنده به روح نجس فجابه للتلاميذ ما استطاعوش، لكن السيد المسيح بيقول فانتهر يسوع الروح النجس وشفى المريض وسلمه إلى أبي. ودي قوة المسيح مهما كانت الحروب، طالما إحنا ساكنين سالكين في الوعد بأمانة لابد الانتصار يجي من المسيح. رابع حاجة وآخر نقطة هي بعد الوعد وبعد الضمان وبعد الحروب لازم يكون في ثبات في الطريق. عشان كده سفر الأمثال حذرنا، قال إن إحنا لا نذهب يمينا أو يسارا، لكن القوة الروحية اللي بتعطيها لنا النهاردة بولس الرسول ادها لنا في كورنثوس الأولى 10:11، وهو قوة جسد المسيح ودمه، وهو ده اللي بيثبتنا. قال من يأكل جسد يشرب الدم يثبت فيه أنا فيه. عشان كده الكنيسة رتبت لنا البولس النهاردة من كورنثوس الأولى، وبولس الرسول يأكد لنا كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح، دم المسيح الحقيقة وليست ذكرى، الخبز الذي نكسره
أليس هو شركة جسد المسيح الحقيقي؟ فإحنا نتناول جسد المسيح ودمه من أجل الثبات فيه، وهو ده الضمان الحقيقي المستمر إن إحنا في الانتصار على عدو الخير. ولعل نظن إن الطريق ده ممكن يكون نظري، فبولس الرسول ختم لنا البولس النهاردة وقال لنا كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. ليه إحنا بنسلك حسب الوعد، وليه إحنا نسلك في هذا الضمان، وليه إحنا لا نسلك على حسب أهل العالم ونسلك مختلفين وعايزين نثبت في المسيح؟ بطرس الرسول النهاردة في الكاثوليكون إدانا شيء جميل قوي يخلينا كلنا متحفزين ومستعدين. فبيقول في بطرس الأولى 1:2-8 بيقول لميراث ميراثنا في الحياة الأبدية لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات. مين الضامن لهذا الميراث؟ الميراث احنا ما تعبناش فيه، الوحيد اللي تعب في هذا الميراث المسيح بذاته حينما سفك دمه على الصليب من أجلي ومن أجلكم جميعا ومن أجل كل العالم من أجل هذا الميراث. الواحد اللي بيورث ما بيتعبش في حاجة، وإحنا كلنا ما تعبناش، لكن المسيح هو اللي تعب وسفك دمه على الصليب. وإحنا محروسين لإيمان لخلاص مستعد أن يعلن، خلاص بتاعنا هيعلن، ولكن إن ثبتنا على حسب الوعد، إن سلكنا على حسب الوعد. وإحنا وإن كنا ما شفناهوش بس إحنا حابينه من كتر ما سمعنا عنه مشتاقين. ده بولس الرسول لما راح فردوس قال ما لم ترى عيني وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. الرجاء ده برضو أيضا بيدينا في إنجيل القداس النهاردة إن مهما كانت ظروفنا، سواء حد المخلع اللي جاي المريض اللي كان بيه 38 سنة مريض بتحاسدة، أو مهما كانت سنين خطايانا وبعدنا زي الابن الضال أو المرأة السامرية، لكن النهاردة الإنجيل بيورد لنا قصة عن المرأة المنحنية اللي كانت تعاني من مرض وضعف 18 سنة والمسيح شفاها وهو قادر على شفاها. ربنا ادينا كلنا نعمة إن احنا نتمسك بهذا الرجاء، نتمسك بهذا الوعد، نثبت فيه ونحيا معه، نسبحه على عظم أعماله، ويعطينا فعلا جميعا توبة حقيقية من أجل خلصنا وأبديتنا. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.